أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. المسيح هو الوحيد الذي يحيي الموتى في القرآن. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحة. فعلا مثل ما أنت دخلتي جامد على الموضوع، عندما نقرأ حياة المسيح في القرآن نشاهد له جملة أعمال أو جملة معجزات ملفتة للنظر، ونلاحظ أن المعجزات التي قام بها المسيح لم يقم بها أي أحد من الأنبياء السابقين، ولم يقم بها محمد نفسه الذي قال أنه خاتم الأنبياء وأني سيد المرسلين. صح. تقول الآية في سورة المائدة 110: وتبرأ الأكمة والأبرص بإذني وتخرج الموتى. الآية تقول عن المسيح أنه يتمتع بقدرة أن الشخص الذي مات ودفن وصار تحت الأرض أو في كهف أو في أي مكان أو في قبر، أن المسيح قادر هذا الشخص الذي مات وبدأ ده مش قادر بس، ده كان بيخرجه وتخرج الموتى، بمعنى يحيي ويخرجه. فهذه الصفة أن يصنع الله أو يجعل يعني المسيح له صفة الحياة الموتى، هذه الصفة يذكرها القرآن متعلقة فقط بالله نفسه. يقول أحد الكتاب الذي اشتغل على هذا الموضوع، مسيح القرآن ومسيح المسلمين، يقول: وهذه القدرة على حياة الموتى لم تكن في القرآن بعد الله إلا للمسيح وحده. فهو القائل عن نفسه بضمير متكلم: وأحيي الموتى بإذن الله. هذا الإذن الإلهي لم يعطى في القرآن لأحد من النبيين ولا حتى لمحمد نفسه وحده، المسيح أعطيت له هذه القدرة الإلهية على إحياء الموتى. فقط المسيح له هذه الصفة الإلهية أن يحيي الموتى، رغم أن القرآن كان يقول أن الله هو الذي قادر وحده على إحياء الموتى. صح. طيب بس هيقول لك المسلم أنه بإذن الله. المسلم هيقول لك بإذن الله. نعم. أنا عندي رد في الموضوع ده. أنا متشوق. بإذن الله هنشوف لو دخلنا على فاطر، سورة فاطر الآية 32 اللي بتقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنه سابق بالخيرات بإذن الله. مين اللي بيتكلم هنا يا أخي؟ الله يتكلم. طب الله بيقول على نفسه بإذن الله؟ هذا السؤال. ده سؤال مهم. كمان يا أخي مالك، في حوالي 15 آية في القرآن بتتكلم على الله نفسه بيقول بإذن الله. فإزاي الله بيقول بإذن الله؟ فإذا كان الله يقول الآية ويقول بإذن الله وهو الله وهم ما عندهمش اعتراض، فإذا من باب أولى لما المسيح يعمل أعمال الله ويقول بإذن الله، يعني ليه بيكيلوا بمكيالين؟ صحيح، هذا السؤال مطروح. أنا بشكرك جدا يا أخي مالك، واشكركم أعزائي المشاهدين. المسيح هو الله الظاهر في الجسد. رضيتوا أم لم ترضوا؟ مش هتحطوا إيديكم على الشمس وتقولوا، أو لما تحطوا إيديكم على عينيكم، دي أفضل يعني، حطوا إيديكم على عينيكم وتقولوا الشمس مش بتطلع. مش معنى إنكم مش شايفين الشمس يبقى الشمس مش موجودة. شكرا جزيلا، نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.